يا جماعة أنا قاعد أشوف اللي قدامي ومنبهر. العدد مو طبيعي بشكل ما تتخيل. كيف المنظر ذا؟ واللي محيرني وشلون عايشين، يعني وين يأكلون؟ العدد مو طبيعي يا جماعة. حتى لو أنهم قريبين من منطقة البيوت ويأكلون من النفايات، مستحيل النفايات تغطي العدد هذا. يا الله. طبعا في خبر انهم راح يسوون الخصي الذكور الكبيرة، لكن كم سنة يبيلنا؟ يعني 20 سنة ممكن لين يموت الكبير. طب الصغار الذكور؟ يا الله لازم شاف المحل هذول، والله العظيم خطر مو طبيعي في الصحراء هذه. وش قاعدين